اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا بسيط وسهل، ولكن الفكر هنا ان احنا ازاي نعمل باقل تكلفه اطباق سهله وبسيطه ومتنوعه ولها شكل مختلف عشان ترضي كل افراد الاسره. معانا النهارده الشعريه هنعملها بالجزر مع المكسرات، ممكن فول سوداني ممكن زبيب، ولكن الشعريه هنا بالتاكيد هيكون طعمها مختلف. معانا النهارده اللحمه المفرومه والبطاطس، كلنا عارفين صينيه البطاطس باللحمه، ولكن بنفس المكونات هنعمل حاجه اسمها من المطبخ الطلياني البطاطا الجراتان باللحمه المفرومه، يعني البطاطس الجراتان باللحمه المفرومه بتاخد بشاميل وبتاخد فليفر وطعم لطيف جميل جدا. المفاجاه بقى النهارده معانا الكريز. الكريز ده ممكن يكون سعره غالي شويه، هنعمله النهارده ايس كريم بالبسكويت، هيعجب حضراتكم ان شاء الله، وافكار كتيره جدا لعمل الايس كريم بالكريز هنشوفها مع بعض، ولكن الكريز للامانه معانا في الديب فريزر بيتجمد، عشان فكره الايس كريم لازم تكون الفواكه مجمده مبرده بنضيفها على الكريم شانتيه، دي الف باء عمل ايس كريم بالفواكه. هستاذن حضراتكم خلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ولكن بعد الفاصل مفاجاه الكريز الجميل الحلو هنعمله ايس كريم في البيت طبعا بطريقه سهله وبسيطه. معنا لحمة مفرومة هنعمل البطاطا جراتان، وكمان الجزر هنزاي يتعامل مع الشعرية طبق لطيف أو طاجن، هنشوف الكلام ده مع بعض إن شاء الله. ودايما الشيف المغازي نقول تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد، اوعى تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لأكلة لطيفة وجميلة. الشعرية بنحيرها ما بين شعرية بالسكر، شعرية بالحليب، شعرية باللحمة المفرومة، طاجن شعرية بالسجق، ولكن شعرية بالجزر مع شوية مكسرات، هل الطبق ده يروح في سكة الحلويات ولا في سكة الحوادق؟ تعالوا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. شعرية بالجزر، والجزر مفيد، غني فيتامين سي، مفيد للشبكة العين، مفيد للقرنية، في فوائد كتيرة، الألياف بتاعته، مشاكل الإمساك. شعرية لطيفة، وعانا جزر بتقطع مكعبات، معانا زبيب، معانا فول سوداني، لا يعني ما لا فول لا لوز ولا فستق ولا صنوبر، ومعانا مكعبين من الزبدة وبصلة ناعمة وفص توم. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقة بسيطة وسهلة. شعرية بالجزر، أول حاجة بحط معلقتين من الزيت، حلو أوي، ومعانا شوية زبدة، الله عليك وعلى والديك. معانا الشعرية هنحمرها، مدرسة المغازي بتقول لتحمير الشعرية سريعا إضافة الزبدة في حالة التحمير، رقم واحد. رقم اتنين، إضافة قليل من الملح أو الملح المطلوب للأكلة. ليه يا عم الشيف؟ حتى احمرار الشعريه كلها بمستوى واحد، ما تبقاش واحده فاتحه وواحده غامقه، واحده محروقه وواحده مش محروقه، اهو. ليه يا عم ملح؟ بيعمل عمليه توازن في التحمير. حلو الكلام؟ زي الفل، اهو ده الملح معانا. واعتقد هو ده الملح المطلوب للاكله. خلاص، خليكي فاكره بس انك انت حاطه ملح. محدش يخليكي تنسي، يجيلك تليفون، تتكلمي مع حد في التليفون، تكرري الملح تاني بعد ما تحط الميه او اي حاجه مش هتكليها. الله. الجزر متقطع مكعبات عندي، نقلب الشعريه واحنا واقفين. اتعلمي تقف على البوتاجاز تعملي اكتر من حاجه اهو، وانا بحمر الشعريه اهو، تاخد لون حلو قوي كله كده وانا شغال على النار. لاحظت الولاده للكراميل بتاع السكر، نحط بصلايه ناعمه كده للشعريه تديني طعم، نحط فص توم حلو ونقلب حلو قوي. تحمير البصله مع التومه والشعريه دي مدرسه انا بعمل شعريه بالجزر حادي. هي ممكن تتعمل حلو يا شيف في حاله لما نعملها حلو بنبشر الجزر على الشعريه ونحط لها شويه حليب وشويه ميه ونغليها على النار، نقدمها نقدم معاها الحليب بالسكر او سكر بودر عادي لو احنا عايزين نعملها حلو، انما بعملها دلوقتي حادي. فحطيت بصله وحطيت تومه وحمر الشعريه وانا شغال كده، تاخد لون مع البصلايه والتومه الجزر عندي نص سوا عشان برضو نعرف الافتكاسه شغاله ازاي. الجزر اللي معايا ده
سلقته هو سليم، بعد كده بقطعه كريهات صغيره ومكعبات صغيره وبحطه، لان هو بياخد وقت كبير في السوى، فانا مش عايز الشعريه تقعد كتير على النار تنشف معايا، فبسويه نص سوى وبخليه على جنب متقطع وجاهز. لا ما هي لا هتنزل والله انت مخرج شاطر جدا بحبك. مخرجنا بيقول لي ايه اخواننا في الانجليزي، بيقول لي ابعد بالكاميرا ولا خليها انت امان، شوفوا المصداقيه وشوفوا الامانه اللي وصلنا لها على الشاشه بجد. وابقى راجل بتاعي بقى وسندي وظهري وعيني. ليه؟ لان في كراميل طالع، ده كراميل، ده الكريز هيبدا ينزل او السوى بدا اهو، اول ما بتحط على عامل زي الطماطم الشيري كده بتنزل ميتها زي العنب. انا بتكلم والله المشاهد يهمه. شوف المقادير ماشي اهو، حاضر اهو 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 ده انا اهو. والقلب انا عايز بس اخش جوه التفاصيل بتاعت الاكله دي، خلي بالك عشان اتكلمت على نقطه مهمه جدا. ممكن ست البيت بتعمل دلوقتي وقت الكراميل الكرمل او كلكع في قلب المضرب، تهرب من المطبخ تقول لك الشيف المغازي بيشتغل غلط. الكريز الاحمر الحلو ده هينزل سوائل دلوقتي، السوائل دي والميه بتاعت ديت هتدوب مع الكراميل، تدوب دوب. شفتوا الاكله دي؟ خلاص كمان دي خلصت، ننزل التوابل بتاعتنا زي الفل. عيني، حاضر حاضر حبيب هارتي من جوه. بص بص على الحلاوه، بص اهو. نخش بقى ننزل بالميه هنا، حلو قوي توابلنا. اللهم صل على النبي. توابلنا للشعريه شويه فلفل اسود، شويه كركم. نعم، لا انا مش ناسي، انا اسرح، ده كلام راجل. اوعى قال لي وهتحط ملح، تكون نسيت، تكون الكريز الاحمر خلاك تنسى. مخرج بقى مركز معايا قوي، شويه زعتر حلوين. ايه عينيا، والله انت بنت حلال. ميه مغليه بالتاكيد معانا اهي اهي اهو. العيار هنشوف مع بعض. اهو 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 اهو. ايه الحلاوه؟ زلزال زلزال. اهو اهو هو ده بس، خلاص خلصت الشعريه. نغطيها، غطيها. الله، تاكل صوابع كره، تاكل الجزر ولا الشعريه ولا الحب؟ عندنا شويه زبيب، شويه فول سوداني، هنحمرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالله عليك تجيب هنا، ايه الحلاوه دي؟ بص بص بص، شوف الشقاوه دي كده، انا مش هعمل غير لما تجيلي. اهو هعمل زي استاذ عادل امام، مش هكمل المسرحيه غير لما ايه؟ اهو طيب. هو ده هو ده هو ده هو ده. الله 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 على الحلاوه. ايه الجمال ده؟ يلا نغرفها مع بعض. عينيا، انا معايا شويه مكسرات بس انتوا عرفتوا ان احنا هنحط مكسرات. هناخد الشعريه بتاعتنا الحلوه اهي اهي. والله انا لو اعملها مش هاخد عليها مكسرات خالص بصراحه، مكسرات ممكن تاذي اسناني. مع ان اقول لك على حاجه حلوه، لو بتحط مكسرات فول سوداني مثلا نعيف شويه ميه قبل ما تحمريه. ممكن نحط شويه زبيب، انت بنت حلال. السكريات بتاعه الجزر غير سكريات الزبيب. سبحان الله. الف هنا وشفا، شويه الزبيب يلا. تفاصيل صغيره، دايما الشيف المغازي يبهرنا ويبدعنا، ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الكلام ده بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.